كهرباء، في عنا في عندكم شيء عوائق، في عندكم شيء ناطرين ليخلصون مشان نحدد مساراتنا وتمشي فيها، لان مساراتنا رايحه بالطرف الثاني. والبنيه التحتيه لكم جاهزه؟ البنيه التحتيه ماشي، هاي اتصالات وكهرباء. انا اذا فيني ما اقرب على الشجر هذا، كثير حرام هذا الشجر اني اقرب عليه. سابقا كان المشروع يقعد 10 سنوات واكثر، نحن هذا المشروع تحدي انه ننفذه ضمن المده الزمنيه والبرنامج الزمني، وان شاء الله نحن بنوعد جميع المستمعين انه قبل نهايه العام حيكون هذا النفق بالخدمه بالكامل. متابعي إذاعة النار، نحن الآن في جولة مع محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي للإطلاع على الأعمال في نفق المؤسسة. سيادتك يعني خلال الجولة اطلعت على بعض المرافق وسنكمل الإطلاع على باقي. صباحكم وصباح جميع المستمعين. طبعا اليوم بمحافظة دمشق مكتبة التنفيذي مع مدراء المحليين والمركزيين بجولة على نفق المواساة للوقوف على واقع العمل في اللي هذا المشروع الاستراتيجي اللي عم تقوم فيه محافظة دمشق مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، يلي هو نحن عم نقول فيه كلمة لكل الناس ولكل العالم إنه سوريا بدأت بمرحلة إعادة الإعمار. ونحن هذا المشروع هو سابقا كان المشروع يقعد 10 سنوات وأكثر، نحن هذا المشروع تحدي إنه ننفذه ضمن المدة الزمنية والبرنامج الزمني يلي نحن طبعا حاطينه مع تنفيذ الإنشاءات العسكرية، واليوم عم نتفقد المراحل ماشية ضمن البرنامج الزمني وحتى ضمن، وإن شاء الله نحن بنوعد جميع المستمعين إنه قبل نهاية العام حيكون هذا النفق بالخدمة بالكامل. ونحن طبعا دائما متابعة يومية لمعالجة كل المعوقات، لمعالجة الصعوبات اللي عم تعترض عمل الشركة، بالإضافة إنه كل المديريات التنفيذية، الاتصالات، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الصيانة، هندسة المرور، كلياتهم متواجدين بالموقع، الإشراف من قبل محافظة دمشق والدراسات متواجدين لمعالجة أي صعوبات بتعترض عمل المشروع بشكل آني. سيادتك منشان التوسع يلي بده يصير على أطراف النفق، هناك إشغالات هي مخالفات رح يتم إنذارهم أو رح يتم طبعاً. شو كيف رح يتم التعامل مع هاي الإشغالات؟ أكيد هلا الإشغالات الموجودة على طرف النفق هي طبعا إشغالات على أملاك عامة، هاي المنطقة هي حديقة عامة، ظهرت هاي الإشغالات خلال فترة الأزمة، وطبعا هي مخالفات على الأملاك العامة. على بكل الأحوال نحن حيتم التواصل مع أصحاب هالمنشآت لتقديم التعويض كتخصيصهم بمكان آخر للمجمعات الصناعية، ممكن بحوش بلاس أو بأحد المجمعات الصناعية، وحتى إن كان هناك بيوت سكنية كمان هاي البيوت السكنية حيتم تخصيصهم بسكن بديل. إذن في سكن بديل؟ أي أكيد، من أجل أنه ترجع هاي المنطقة لألقة ولصورة الحقيقية اللي بدها يعني تترافق مع المظهر العام ومع المشهد البصري المتكامل، وبدنا نزيد كافة التشوهات البصرية الموجودة على هالمحور بالكامل. نعم، إذن بنأكد على أنه وتيرة العمل السريعة التي نشاهدها الآن ونلحظها في نفق المواساة هي متابعة بذات التسارع، لن يكون هناك انقطاع في العمل. أكيد إن شاء الله محافظة دمشق مع تنفيذ الإنشاءات العسكرية ملتزمة بالبرنامج الزمني الموضوع للمشروع، وحتى إن شاء الله حنكون أسرع. كل الشكر لحضرتك. شكرا شكرا. أنا إذا فيني ما أقرب على الشجر هذا، كثير حرام هذا الشجر اني اقرب عليه، بس خليني باخذ فيه هو مسار تقديمي. 25 راح اللي هي نهر بردق.
تمام. انقطع عندي بشي 5 فتحت. تمام. يعني بعد ما نحن انقطع نهر بردة هلا هلا فتحت جبهة الركائز. تمام شفتك فتحت جبهة الركائز وحتى المسار المروري الإضافي اللي بدنا نعمله. تماما موجود. تمام صح. يعني الامور هلا كلها تصار مع عندي اي عقبات بس مجرد شغل ومتابعه. طيب عمل الكهرباء في عنا في عندكم شيء عوائق في عندكم شيء ليخلصون عشان نحدد مساراتنا شيء في يلا مساراتنا خبط الطرف الثاني والبنيه التحتيه لكم جاهزه؟ البنيه التحتيه ماشي. هاي اتصالات وكهرباء.